طالما انت او انت وصلتوا للفيديو ده يبقى اكيد عايزين تشغلوا نظام وهمي على الجهاز عندكم، ومش عارفين الطريقة اللي تفعلوا بيها خاصية بتاعت الـ Virtualization Technology على الجهاز بتاعكم، سواء اتش بي، لينوفو، ديل، سوني، اي جهاز مش عارفين بيتفعل ازاي. لكن انا حابب اقول لكم بعد ما وصلتوا للفيديو ده جهازكم هيبقى موجود هنا ان شاء الله. تابعوا معايا بعد فاصل. هتفق معاكم على حاجتين بسرعة قبل ما نخش على الفيديو بتاعنا، وهم ان F10 او اسكيب، وفي الغالب F10 هو اللي بيحفظ الشغل بتاعنا بعد ما نخلص ونظبط اعدادات البايوس. تمام. تاني حاجة، وان ان شاء الله بنسبة 90% الجهاز بتاعكم هيبقى موجود من ضمن الاجهزة اللي هشرحها مهما كان نوعه، مهما كان نوع الويندوز. ولو افترضنا ان الجهاز بتاعكم مش معانا، فانا في اخر الفيديو ان شاء الله هقول لكم على طريقة تعرفوا من خلالها ازاي تفعلوا خاصية Virtualization Technology. كنت شرحت فيديو قبل كده اتكلمت فيه عن بعض المشاكل اللي بتواجه المستخدمين اثناء استخدام الانظمه الوهميه، وعرفنا ازاي كمان نفعل خاصيه الفيرتشواليزيشن من البايوس من خلال التدوينه دي، واللي هسيب لكم الرابط بتاعها في الديسكريبشن صندوق الوصف اسفل الفيديو. وكنت قايل كمان ان في مفاجاه في فيديو قادم، وهو الفيديو ده، واللي هتكلم فيه عن معظم الاجهزه ازاي تخش فيها البايوس، سواء اتش بي، لينوفو، ديل، توشيبا، وتفعل الخاصيه دي. بس التدوينه دي لازم تشوفوها الاول عشان مهمه جدا جدا، عشان بتوريكوا ازاي تخشوا البايوس عندكم سواء ويندوز 7 8 8.1 10، وانا قايل فيها معظم الزراير المستخدمه ومعظم شاشات البايوس اللي هتطلع ازاي نخش لها. عشان في الفيديو ده هنخش على طول ازاي تشوف المكان بتاع خاصيه الفيرتشواليزيشن، عشان هي مكانها بيختلف من جهاز للتاني، وكمان اسمها بيختلف من جهاز للتاني. فلو ما بتعرفش تخش البايوس على جهازك، شوف الفيديو ده وبعدين هترجعوا تشوفوا جهازكم انه واحد في الاجهزه اللي انا هشرحها. اول جهاز معانا وهو توشيبا، ولو هتلاحظوا هتلاقوا اي جهاز بيشتغلوا اسمه هيبقى موجود على الشمال من فوق، عشان مثلا جهاز زي لينوفو هوريكم فيه شاشتين مختلفين للبايوس مش شاشه واحده. لو جهازكم توشيبا، بعد ما تخش اعدادات البايوس هتروحوا للتاب بتاعت ادفانسد، وتنزلوا تحت لغايه انتل فيرتشواليزيشن تكنولوجي، التك انتر، بعد كده نخليها ننزل بالماوس من ديسيبل لانيبلد، وبعدين التك انتر، وبعد كده F10 او سكيب من الكيبورد على حسب الزراير اللي عندكم عشان تحفظوا، بعد كده تدوسوا على سيف. اما لو جهازكم لينوفو ممكن تظهر معاكم الشاشه دي، فهتروحوا على التاب بتاعت كونفيجريشن، وبعد كده تنزلوا لغايه AMD SVM Support. SVM دي اللي هي Security and Virtual Machine، بعد كده تك على انتر ونخليها من ديسيبل لانيبل زي ما واضح قدامكم، وبعد كده تك انتر، وهنروح في الاخر للتاب اللي هتلاقوها اكزيت دي، وبعد كده تكوا على سيف او F10 على طول من الكيبورد. دي شاشه تانية ممكن تظهر لكم مع انها نفس الشركه لينوفو، بس هتلاقوا اسم الخاصيه متغير. يعني لو نزلت رحت للتاب بتاع الكونفيجريشن هتلاقوا موجوده تحت اهي انتل فيرتشوال تكنولوجي، هندوس على انتر ونحولها برضه من ديسيبل لانيبل، وبعد كده هتلاقوا موجوده اهو تحت F10 بيقول سيف اند اكزيت، فهندوس عليها وبعدين يس. اما بالنسبه لجهاز اتش بي، فهنروح على التاب سكيورتي، هننزل لغايه سيستم سكيورتي، وبعدين هندوس على انتر، هننزل اهي هنلاقيها فيرتشواليزيشن تكنولوجي VTX، هندوس على انتر ونخليها من ديسيبل لانيبل، وبعدين نتك انتر تاني، وعشان نخرج من سيستم سكيورتي دي نتك F10 مش انتر زي ما بودي بين في الزرار عندكم تحت. بعد كده نرجع للتاب بتاعت فايل، هننزل تحت خالص لغايه سيف تشينجز اند اكزيت، ودي اهي شاشه تانيه بتظهر لكم. هنروح على سيستم كونفيجريشن، وبعدين ديفايس كونفيجريشن، وننزل تحت لغايه اما هنلاقي فيرتشواليزيشن تكنولوجي، نعمل قدامها صح، وبعدين نرجع للتاب بتاعت فايل وننزل لغايه سيف اند اكزيت، وبعدين ندوس عليها انتر، وبعدين ندوس على يس بالانتر. وسادس جهاز معانا وهو ديل، هيفتح معاكم شاشه بالمنظر ده، فهنروح في الجنب الشمال وننزل بسهم الكيبورد لغايه فيرتشواليزيشن سبورت، وعشان نفتحها نتك سهم يمين من الكيبورد او انتر، وننزل لغايه وننزل اهي فيرتشواليزيشن، هنلاقيها في الجنب اليمين مش متعلم قدامها كلمه انيبل، فهنعلم قدامها وبعدين ندوس على سيف هنا. اما اللي هيطلع له الشاشه بالمنظر ده، وده سابع جهاز ومن شركه ديل برضو، فانا شرحتها في الفيديو اللي فات اللي هي في التدوين اللي قدامكم دي، عشان كنت بطبق فيها ازاي احول الخاصيه دي من لوكد اوف لوكد اون، وكنت بوري في الفيديو المشاكل اللي ممكن نقدر نحلها عشان نشغل برامج الانظمه الوهميه. تقدروا ترجعوا للفيديو وتشوفوا شرح الشاشه دي بالتفصيل، ورابط التدوينه دي ان شاء الله هتلاقوه جوه رابط الموضوع بتاع النهارده، وموجود في الديسكريبشن اسفل الفيديو على اليوتيوب. بالنسبه لمستخدمين جهاز سوني، فهيروح على التاب ادفانسد، هيلاقوا اسمها ايه انتل فيرتشواليزيشن تكنولوجي، فهنتك انتر وننزل من ديسيبلد لانيبلد،
وبعد كده تك انتر تاني، وبعدين نتف على سوري نتف نتك على اف 10 من الكيبورد وتظهر لنا المسج دي، فهندوس على يس. اما بالنسبه لمستخدمين جهاز ال جي فهيروحوا على التاب بتاع ادفانسد، هيلاقوا اسمها انتل فيرتشواليزيشن تكنولوجي، وهيفعلوها دومين ديسيبلد اهي لانيبلد. وبعد كده هيروح للتاب بتاع اكزيت، وندوس على سيف تشينجز وبعدين يس yes. وبعد كده اكزيت سيت اب وندوس يس yes. اما بالنسبه للطريقه اللي قلت لكم هقول لكم عليها في نهايه الفيديو، فهي ان احنا بنيجي لمحرك البحث جوجل وبنكتب فيها دخلت يعني اذا كانت الشاشه بتاعتكم بتاعت البايس ما طلعتش من ضمن الشاشات اللي انا شرحتها، بس في الغالب ان شاء الله اكيد هتكون طلعت. فلو في الاحتياط برضه عشان ما طلعتش هنيجي محرك جوجل ونكتب enable virtualization technology، وبعد كده نكتب اسم الشركه المصنعه، يعني مثلا انا جهازي ديل، فمثلا هكتب ان ديل، نتك انتر. هنروح على التاب بتاع الفيديوز، هنلاقي اهو في ناس كتير شارحه وانواع مختلفه، يعني ديل اهو ادي نوع لابتوب، وادي نوع ديل التاني اوبتوبليكس اهو 755. فتشوفوا جهازكم انواع واحد وتخشوا وتتفرجوا عليه. انا ليه مقلتش على الطريقه دي ببساطه من الاول؟ لان احنا زي ما شايفين هنا الناس اللي بتشرح مصوره بالموبايل اهو، شايفين مصورين بالموبايل بتاعهم، ففي ناس بتصور بالكاميرا الكواليتي بتاعتها سيئه. هو طبعا كل الناس اللي مشكوره سواء اجانب او عرب من اللي شرح، بس في اللي بيصور بكاميرا الكواليتي بتاعتها قليله وهو بيشرح بالانجليش، فلو في ناس ما بتعرفش اللغه الانجليزيه كويس بتتابع معاه مش هتعرف توصل وتروح فين. واحنا طبعا عارفين التعامل مع البايوس لازم يكون بحرص، فانا قلت اوفر عليكم كل ده واحط لكم كل الاجهزه في فيديو واحد اللي بنسبه 90% ان شاء الله زي ما قلت هتبقى موجوده. وبكده وصلنا لنهايه الحلقه بتاعتنا النهارده، يا رب يكون الموضوع افادكم، ولو عندكم مشكله تكون اتحلت، ولو في برضو اي مشكله او حتى لو جهازكم مظهرش من ضمن الاجهزه كومنت تحت الفيديو وان شاء الله هرد على جميع استفساراتكم. في الاخر يا ريت ما تنسونيش بعمل سبسكرايب وتفعيل زر الجرس لوصول المواضيع الجديده، وعمل لايك للفيديو وشير عشان يوصل لاكبر عدد من الناس.